الجماعة منين؟ أم زهرة. نبو الخصيب مو؟ اي نعم نبو الخصيب بالبصرة. شو نبو الخصيب؟ نعم بخير. خير حلو. يحفظكم، يحفظ البصرة ويحفظ العراق كله. يحفظك الله ان شاء الله. جايين على خلال قناة مالتك. على راسي انت وياهم. والقناة في خدمة العراق والعراقيين وحتى خارج العراق. متابعينك من البصرة. نتشرف بهم. ونحيي متابعينا من كل دول العالم. ابو ابراهيم ابو سفهان. قلت له لا مو اني، قلت له استاذ ماجد دائما يصور سفهان. ايه. صار ابو ابراهيم. ايه. على راسي. يدورون هواش منين ماجدين. شلون هالبصرة؟ والله البصرة زينة الحمد لله. سلام لشبان، سلام للبصرة واهلها. الله يسعدك. من شمالها لجنوبها. عليكم السلام. اخونا طبعا علي الربيعي، علي فارس الربيعي، تحياتي الى من اهالي هبهب. خطارك منين؟ خطاري من السليمانية. نتشرف بيه. انت الشرف. عراس. هذا اخ مو خطار. اخ ان شاء الله. سلام كردي من السليمانية من قضاء بنجوين. ماكو فرق، العراق من شمال الجنوب ان شاء الله واحد. بس وليش لابس الجداشة؟ كل اطيافه. ايه؟ ليش؟ الريس. خير ان شاء الله، راح تسوي لنا مشكلة. قابوا حضر الشيخ ايضا الشيخ فارس الربيعي. مال السيارات. يبيع ويشتري. اي. عندنا قاع منطيها الفلح يزرعون بها طماطم ورقي. نعم بنجوين. نعم. زين حسب بالجوبه يعني. لا 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 لا, لا بس صداقه ويجي تونس هنا لدياله يجمي. يعني ها؟ اي اذا جيت لدياله لل من نروح بسليمانيه يقوم بالواجبين. ما يقصر. ويجي احنا هنا بدياله احنا قمنا بالواجب. خدمته. صداقه اخوه حيل اخوه. الله يديم هاي الصداقه. اي بس مال نزوجه من زوجه. ها شلون؟ لا مو دشداشه البيت. خير ان شاء الله. هلا سلام الاستيمانية. كاك حسن، كاك حسن، خل اسمع كاك حسن. ايه ها مام سلام هيانا هنا. على راسي مام سلام. سلام سلام. مشاهدينا الاحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم هو الخميس 21 من شهر سبتمبر 2023 ايلول. ايام العمل في هذا السوق الاثنين والخميس، ويبدا العمل من الفجر وقبل الظهر ينتهي السوق. تحياتي لكم جميعا من كل مكان. اللي يشاهد المقطع يشترك حتى يوصل لكم جديد، ويا ريت لايك للمقطع حتى يوصل للجميع. كلكم على راسنا. سوق المواشي، سوق الابقار الجني او ابقار الحليب. نعم ما شاء الله. هولي وراها. نعم الان نضيف كامل المواصفات. جوله ما شاء الله. بس حبس 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 حبس. مصلة 3700 لحد الآن. الجبال درجة أولى ما شاء الله. العملة 3.25، بس دائما اكو فرق بين العملة وسعر البيع. هاي البراون تضريب على براون، وهذا ابنها فحل مو وراها؟ هانتية. هاي وراها هاي العجلة. يعاملون عليها 4.5 بس ما ندري ايش قد المصلة. هذا كله سوق الابقار الجني. هاي
هاي تضريب سمنتال على بوكاني بكر حلوة زراعية ما شاء الله مواصفات حلوة حليب وعلى قلاوة هم أخذ الفحل؟ صار 20 ها ما محسوب عملتها 4 مصلة 3.25 لحد الآن ابو حسين عيني صباح الخير صباح نور عيني سلمي. شلونك اهلا وسهلا دوره شلونها بخير الحمد لله سلام عليك ايش جايب لنا اليوم جايب لكم اليوم هاي مقفل ايش وراها هاي وراها حوليه على كل عيب شرط الجني وعلى حليب على كل عيب على شروط الجني ايش السن بعدها ها ام ثالث بطن ام ثالث بطن ثالث بطن خير من الله حتى الحين ما محيينا زين ايش قد تعامل عليها؟ عامل عليها بثلاثة وربع وبيها مجال ثلاثة وربع وبيها مجال هذا شيخ جايب لنا اليوم من زنبور هذا عجل تحت شقة طويل عريض مرتب اي يعني هذا يشيل بعد لحم انت مدري ايش سميته قلت دبل مدري شنو دبل اكسل ها دبل اكسل على لا تضرب لا تضرب لا تضرب ابو خير من الله ما شاء الله الله يزيد راعيه ايه امين الله يوفق الجميع ان شاء الله يوصل لخمسة وربع خمسة خير ان شاء الله الله يسلمك صباح الخير صباح النور عيونك شلونك هذا عامل عليه 7 ونص عمله اي عمله بس هذا فارس لحم نعم نعم اي خير من الله عجل حلو سمين شوي اخذه ما شاء الله يلا خير من الله بارك الرحمن الله يستر على راعيه وعلي يشتري العزب الخشن ها بلاديات اي بلاديات اي سمنتالات هذا براون الدنماس اي 4 نعم 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 هذا يلم لحم ابو اي عادي اي كله سوق العجل الكصابه عجل الضخم ذن الثلاثة مدفوع بيهن 6 إلا ربع ثلاثتهن أما هذا الحلال بعد ما مدفوع بيه شيء ما نعرف سعره أذن الاثنين ايش قد عملت هنا ابو جويده؟ عامل عليهم بخمسه خمسه مصلات شي؟ وصلا 800 و900 3 و800 3 و800 3 و900 مصلات هذول الاثنين هذين الاثنين عملتهن 6 ونص عمله اكو فرق بين العمله والبيع اثنين هن مصلات خمسة خمسة وربع هذني ما لا تكون جمال من يوم كان بهرز على راسي انت وبهرز سلامي لهالبهرز اهنا ربي يسلمك عمري كله سوق الشوال هاي السوم عليها 1600 ايش قد المصلة؟ 1.300 مليون و300 مصلة ابو عليها اكصابة تروح؟ اي اي من اكصابة من ارباح نعم ايه عيني حبيبي عيني شلونك حبيبي؟ امورهم زين ان شاء الله ابو عبد الله شلونك؟ نعم الحمد لله الله يخليك بارك الله فيك عيني سلمك الله يعزك الله يخليك بارك الله فيك ذهب ابن ذهب الله يحفظك نشكرك نشكرك الله يخليك ما ترى معي شلون جاي تعامل ابو؟ والله 2.25 ان شاء الله 2.25 العمله 600 حجينا عيني جاهزين ايش قد وصلت؟ واحد وصلت 6 عمي 6 مليون و600 مصنع اه عمي ولا جاهز يعني والله عمي صباح الخير صباح النور عيون السلام شلونك عمري؟ الله يسلمك ايش جايب لنا اليوم؟ والله هاي
هاي قصابه مو؟ ايه كله هنا طبعا هوش قصابه هذا. او شول. هاي ايش قد مصلعين مهدي؟ ايش قد وصلت؟ 1,600,000 مصلع هاي. عمي صباح الخير. صباح النور. شلونك؟ جاي من اليوم؟ كل هذا شول هاي قصابه. هلا حجيش. 1,650,000. 1,600,000. بصفها الثالثة. 1,725,000. كل هذا مال جريد. حيدر هذا للجريد مو؟ اي للجريد للكباب. كباب ايه. كبه باسترمه. اي اي شلون؟ بس طبخ ما ايه ما شرب لبلبي. ها شوربه لبلبي. لبلبي عظامي خلي عليها. عم هذا الشوال مال محمد. هذه مصله 1,300,000. هذه يدفعون بها 2.5. هم شوالة. السلام عليكم. هلا شلون الاستاذ؟ انت شلونك؟ الله يحفظك. شلون الامور؟ خير عيون حجي. شلونك عمري؟ جايب اليوم؟ والله جايب هاي بكر. هم قصابه مو؟ قصابه بكر قصابه. اي بعد 4 اشهر. ها؟ 4 اشهر عشاء ما ها مربوطه. اي ايش قد جاي توصل؟ توصل 3,100,000. 2,900,000 مصري. جابة خشنة موفقين عيني. هذه جاي توصل 1,500,000. بعدها بكر مو؟ توها مصفية. يقصد توها مصفية يعني اسنانها اللبنية طايحة والدامية هسه. شير حلوة سمينة ما شاء الله. عملتها 3 مصلة. شي مصلة 2,300,000. 2,300,000 مدفوع بيها. ساي معلوفة يعني قصابة. قصابة قصابة قصابية. نعم هذا كله سوق البكر. هذا عملته 2,700,000 زوج. هذا الني 2.5 مدفوع بيه. عمار هذا قبالك. اي. عمار هذا الثاني مال سلام جابر 4. عندنا 1,850,000. هذا الني؟ ثلاثة. ثلاثة ثلاثة. يا اليوم عنده فعالية، اي ضياء. هل يعز النزيل وعز من قال؟ قال الروز ما محجر من قول، شال الناس من اظل من قول، هل لسان طب العليا. هلا 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 هلا. العليا. عين. عين جميل، هاي بيها ايش؟ هذا حامل بواحد وربع يعطونا 9. 900 مصر. حوالية سنين. حلوة. انت شلونك؟ شفتهم جايب شفتهم؟ انا عامل باثنين وربع. زوج؟ لا. زوج باثنين وربع. جاي وصله؟ وصله 1,800,000. 1,800,000 زوجين موصل. صور وهذا انت هم صور وياه. 3,400,000. قد وصله؟ والله حد جوني وصله مشكور. يعني؟ من 2.5 الى 2,750,000. 2.5 الى 2 وش قد؟ 2,750,000. 2,750,000 مصلات. احنا ذاك الصغير عامل عليه 1,300,000. هذا عجل سمنتال. ايه هذا موصل 1,000,000 حسب قول الراعية. صباح الخير. صباح النور عيون صاد. ايش جايب لنا اليوم؟ والله هذا الحلال صار قدامك. زين شلون عملت هذا الثلاثة؟ زواج ب3.5 صالات. 3.5 العملة. ما حد يبيع عنا بالقرائب.
ما هي تيران ترى وما عندنا حظ. هذه عملت الجماعة صباح النور يا استاذ. شلون عملت ذني؟ والله ذني عامل علي بثلاثة زوج. ثلاثة زوج وذني أربعة واحد عامل علي بثلاثة ونص زوج. ثلاثة ونص عملت. واضح. عمري. لا الحلال السرحي يستخدم للتسمين. عملتهن ثلاثة ونص هذا الزوج. هذني حلال خوش حلال. مو كبار. مو كبار. حلال جني هذا. هذا سوق الغنم الجني. والعملة عليها هاي مليون الزوج. هاي عملتها الزوج 850 ألف. نعم. هاي جني وعشار. كلها ماخذ. فحل مبقام عملته 900. شروط هذا شرط الجني. نعم. انطي راعية على كل شروط الجني. هذا النين عاج قريشيات. عليهن عشار. وعليهن عشار. عملتهن مليون ونص. هاي الغنم عملتها 850 الزوج الاثنين. غنم عراقية غنم جني. خلي سوري الزوج 900. خلي سمين خلي بصابة. هذا طليقة رتبة طليقة صابة سمين عملته 900 الزوج. ايش قد جاي ينطونك؟ 760 دي يدفعون بالزوج. أمانة سلام من أصغر متابع على رأسي. أربع سنين ثم من يوم كان احنا من هفر. أتشرف بيك. إيه قال تعنى على أبو أحمد وسلم عليه. الله يحفظك. إيه والله عيني. سلمك الله. أنت هم توصل السلام. الله يسلمك. ملتقينا بسيد أحمد النعيم أبو أربيل إن شاء الله قريبا جدا. أنا دزيت لك مناشدة إن شاء الله. عيني. إن شاء الله لأن عنده ما شاء الله معلومة. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أنا قريب جدا نروح له إن شاء الله. عيني حجينا جابنا اليوم خمس طليان بحلة مربوطات على شعير ما شاء الله. شلون عملت هندني؟ والله استاذ ماجد العامل عليه 950 الزوج. اي بس مو سعر نهائي. لا اكيد خلي يعرف المشاهد بانه هذا السعر عمله. طبعا اكيد عمله مو سعر نهائي. لا لا والله مو سعر لو بتسعة اهم من عامل. واقل من التسعة بيع. نعم 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 والله. عمار ذهب عينما استاذ الشيخ ما كل يوم بطة. لا صدق والله العظيم. ليش؟ والله طلعت شو بطاي. لا سلمنا عليه معود. والله بطة خطيه. سلمنا عليه. عليكم السلام. هسه جايب لنا اليوم انت والله طليان. اي 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 طلي جلولا طلي جلولا فيديو. نعم. اي شلون عملته؟ والله بعتها مبيوعات. ايه خوش. هذا اذا السعر الحقيقي. ايه مو سعر العمله. ايه 630 بعتها. 630 الزوج مالته هذا. ايه. شوفوا اكو فرق بين العمله. بيع ايش قد كنت تتعامل عليه؟ والله طلبنا 7.5. 750 طالب عليه. بعنا ب 630. شوفوا الفرق 630 بايع. كل التوفيق. حلو بدون ابو عباس. هذا كله سوق الطليان والغنم القصابة. ها خطاب جايب لنا عيني. فطيمة هاي؟ نفي وفحل. اي. فطيمة هذا الفحل. عيني. لنفي وفحل. اي عملتهن؟ عامل 7.5 وبيه المجال. 750 وبيه المجال. شلون؟
بعد المليون 7.5 يلا يبيع خير ان شاء الله. يلا 7.5 3 مليون و100 هذني 3 فلوس المليون ورد علينا 25 3 مليون ورد علينا 25 دم حلال طيب خير ان شاء الله. يلا بعد جايب لنا شيء؟ لان عندي وراجع ابو العسل. عسل طبيعي. عسل طبيعي منين هذا؟ احكي لي. مال شمال. هذا مال الشمال شيرو ويا شويه ورد جوري. شلون؟ لا لا يا ابي اقول لك عسل طبيعي. يا عسل شيره والله شيره كلها شيره ودعت هاللحيه. لا بدي اقول لك عسل. العصلي. العسل العسل كله فوق ال 100. عندك عامل عليهم بواحد. هذني مليوني عامل عليهم. خير ان شاء الله. صباح الخير. صباح النور. شلونك عيني؟ الحمد لله. قد العملة على هذا؟ 600. العملة مالته 600. ابو اليوم حتى الفيتر مال التقاطع همين موجود هنا. بارك الله فيك استاذ مالك. شلون مال التقاطع؟ الله يبارك فيك. تقاطع النهروان؟ خير. أيوة سلمنا عليهم. الله يسلمك. عيني. الليله ايش بيها؟ سعرها 2800. 2800 العمله؟ عين ابو مروان. انت ابو مروان تتعامل عليها؟ ان شاء الله. ايش دفعت لهم؟ 2.25. تخسر. اي والله الحلال غالي. وصلوا شوي واحد يصعد واحد ينزل. ان شاء الله. بعد الاستاذ خلي يقلبها. يلا الا يقتنع. هسه الا يقتنع اي. تعال منا حبيبي. من اهل الوجهه يا عم ماجد على راسي يقول الحلال غالي منين بيت غمزي طبعا غالي اكيد غالي العجل عم يعني كل واحد 900 منا من شو اسمه من الباقي هاي تجمع العرموطيه هي ها لجبه 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 وعليك ايش قد؟ 6 عليها 6 اشهر زين اشهر اي ايش قد هاي عملتها؟ عملتها باربعه عملتها باربعه؟ اي ايه قد مصله؟ مصله 3 فوق الثلاثة مصله فوق الثلاثة 3 و150 خير ان شاء الله 3 و150 مصله 6 و115 خير ان شاء الله نظيفه على قلعه شروط الجديد الزاوية بس عندها قرونها على بالك سكان مال دوبة ايه قرونها حلوة حلوة هي ايه. بتشرب عليها زين ايه عليها ب 2800 عملتها قاعد يقولها 350 خير ان شاء الله عين استاذ ماجد سبته نص الهايشة امان هذا الامان ما نحل الحبل بالقاش واضح امان خير من الله لا تحلف كافي هسه شنو وضعها؟ عين استاذ ماجد لجبه لجبه وعليها عشارة 3 شهور مفحوصه فحص لجبة وعليها عشارة 3 اشهر مفحوصة فحص سونار والدة بطن وحدة ولا بطنة ثانية العملة العملة العامل بثلاثة وربع ثلاثة وربع بس هي هاي مو السعر النهائي مو طبعا بيها مجال بيها مجال للشراي خير ان شاء الله اذا الشراي يجي عن طريق استاذ ماجد حتى لو اخذها بلاش يعزك يحفظك ممنون ممنون على راسي عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عيون ابو احمد هذا الشيخ الشيخ علي شحين ابو احمد شيلك على هاي المهره هاي المهره الاصيله ايه زين هاي يعني هي هاي هاي اصيله من الجزيره البدو فارسها وغيور عافيه رحم الله ولو ركبها موش فارس تزعل وكلش تثور ايه شوفها شلون مهره حلوه ايه زين بس مو اصيله بس مو اصيله ها بس مو اصيله شلون مو اصيله بعدها والله مو اصيله صغيره ها انت شو تقول اصيله لو مو اصيله؟ لا والله مو اصيله شوف يعرف بالخيل مو اصيله يا عمي المهم فلوسها ايش قد؟ فلوس 550 مشترينها ايش قلت لي؟ والله متابعينك هناك ماجد الطرايح وماجد من يوم كان؟ قناة حلوة من بغداد انت هم من بغداد؟ لا من حد مكسر حد مكسر على راسي على راسي كلكم على الراس اي والله متابعينك هناك بغداد متابعينك هوايه محمد برنامج اهلنا هذا اي والنعم والله حلو اي على راسي شلونك عيني؟ زين الحمد لله ايش جايب لنا اليوم؟ هي وابنها 550 هي وابنها 500 وعشرة ها؟ وعشرة وعشرة بيها وراها هذا وراها هذا كبير وهذا عندنا اسمح لي هسه اوقف خلي اشوف هذا هسه خلي اشوف هذا هي وابنها عملتها 550 ايش قد وصلت؟ وصلت 450
450 موصله يقول احمد. سخال وصل 300. سخال هذا كصابه؟ ايوه. 300 موصل؟ 300 موصل. مدفوع بيه 300 هذا السخال. انتوا بيش تريدونه؟ هذا 350. 300 وش قد؟ 50 نقد. 350 رايدينه. مدفوع بيه 300. جلولا وكنعان. وماكو فرق ان شاء الله بين الجميع. ايش جايب لنا ابو؟ والله جايبين هنا صخور. اي صخور عراقيه ما لا تهنى. عراقيه ما جلولا. اي شلون عملت سعرها مناسب؟ والله نطلب 4.5 عليها هذه. هذني يستخدمونها الرباطيات يعني. اي رباطيات. للتسمين. اي. زين. انت تشتغل تربط حلال يعني صخور تربط؟ اي نربط اي. تربط؟ اي. ما تحكي لنا على هذا المشروع تقدر؟ ليش ما اقدر؟ اي. يعني على شنو تريد احكي لك؟ يعني بالبداية تختار هذا النمو؟ اختار صخر الزين. اي. ورد اكافحها. ها. واغطسها. يعني ادوية بيطرية، ايه تغطيس. ادوية اضربها. تغطيس من ال تغطيس من قبل ما قبل مدري شنو. ايه من القراد. اي. هذا يقتل 7 امراض. التغطيس. تغطيس ايه يقتل 7 امراض. يقتل 7 امراض. خلينا نعرف الامراض اللي يقتلها شنو هي. والله مثلا تكرم الجرب. الجرب، المكان الكيماوي. اي. القلب، كل هذا يقتله هو. نعم. اي. زين كافحتهن؟ اكافحها ارد احطها بمحصار. اي. وادبلها في الشعير في نسبه قليله بدايه. في البدايه. اي. بدي ما شويه يستمر وارد النوم اخلي له شعير كافي بالمعالف ولا ما يشبع. ايش قد فتره والله الفتره تسمين مالك؟ شهرين فوق الشهرين يلا يكمل. شهرين يكمل؟ اي فوق شويه فوق الشهرين. فوق الشهرين شهرين ونص يلا. تناوش الثلاثه؟ اي. 3 أشهر يجي عدل. يجي عدل. اي. مربح هذا المشروع باعتقادك؟ مربح؟ اي مربح. بس ستر الله. اي. كل التوفيق. بس يطلب ستر الله. نعم. موفق ان شاء الله. عيني انت. على راسك. انا ابو عمر جايب لنا اليوم؟ جايب هاي صقور عنب. صقور عراقيه، بيش زوجها هاي؟ قد جاي توصل؟ 600 العمله. جاي تصل 700 3 700؟ اي. 3 مصلات 700، خوش صقور، اسمان. اسمان ما شاء الله. نعم. نعم نعم نعم. عمري ايمن عيوني هذا مشتري له؟ اريد اخذ مركولية. انت مشتري ماخ؟ اي هو شنو هذا نوعه؟ تضريب على نجدي. اي مو نجدي مضبوط. اجعينك كتاب العالم. تضريب على نجدي. زين ايش قد بي اشتريته؟ صار بستة. 600 ماخذه. عين ايمن موفق. من يا مكان؟ من يا مكان؟ من سكرانات. من محمد سكران. اه من محمد سكرانات. من قرى السكرانات محمد سكران. بيش هذا اللي؟ عمري. هذا المحاطيط عندي. محاطيط؟ ما شاء الله. شلون عملتهن؟ والله عملتها اجهزه وبها مجال. الوحده؟ إيه؟ الوحده 300 وبها مجال. طلعنا طلعنا. يعني يجن على ربع؟ لا ما بها لا. ها ازيد شويه. خير ان شاء الله. الزوج؟ 550 عملت من الزوج. هاي تضرب على شوامي مو؟ اي مربط. نعم. عين جيتك. بس البس هاي وديتك. قول. صخر عراقي. وصل 400 جاي نقول. وصل 400. العمله 500 وصل 400. شنو هو هذا؟ تضريب؟ تضريب على افغاني؟ ايه عم. هذا طلعنا 300 بس اليوم تنزلها؟ مو شلون ما نزلها تتدلل؟ اسعار غالية. اسعار غالية. 350 عملته؟ 350 عملته. الله يخليك. 350 في مجال. في مجال. اسحبها خلينا نشوفها. صابة هذا لو صابة صابة مو مالك صابة بعده ضعيف مالك صابة مال رباط هذا غير مالك صابة خالي هذا عملت 200 قد يدفون بيه؟ 160 160 حلال كله صخور عراقية هذني بيش بابا؟ 6.5 ها؟ ليش؟ ها؟ عمبابي هذا عمبابي؟ عمبابي؟ عمبابي هذا بس شلون طالع شوف شلون طالع عمبابي؟ عمبابي هنا؟ عمبابي الحين اي
هذا يوصلن خمسة؟ اثنين مواصلات خمسة على ربع عشر اي صورنا على ايه 900 وبيه المجال 900 وبيه المجال 300 900 وبيه المجال خير ان شاء الله 700 وتتوصل 6000 عادل بس حلوه هي حلوه اليوم 410 575 ولا 10 400 ل 10 مواصلين متواصلين هو هم على باب الله والله بس عرفتك مخلف عليك يا الله وديه 400 ل 10 390 لا والله الا 10 بصمه هم بصمه ها بصمه مورد البصمه خذ هلا شوفها خير شوفها خير هاي هي شوف الخير عبالنا نصور الوكيل بس اذا حضر الماء بطل التيمم بطل التيمم الله يسلمك ما تفرق ان شاء الله ان شاء الله والله هذني نبدي بهذن الحلوات نثية وفحال خوات لا مو خوات مو توم بس والله امشي قال حلال واحد زين 550 مبيوعات اي نروح على ذني هاي حاطه بقعة كلش حلوة ايه مخوش فحل مقاول راعيها نعم العملة عليها مليون ومية وبيها مجر مليون ومية وبيها مجر حل اثنين حلوات ايه حلوات وبنات خوش حلال خوات ايه توم ذني ها ذني توم ما شاء الله بس حلوات مراهمات ايه العملة عليها مليون وبيها المجر اثنين مليون وبيها المجر عن نمري هذا شرط البزرة والله بزرته درجة أولى أنا بعته بيعتين ثلاثة وردي اشتريته هذا عملته ب 900 وبيه مجال 900 نالين بس 900 وبيه مجال هاي لجنب 3.5 وبيه مجال هذا هم فحال اي هذني اثنين مطافين اثنين هن اي اي وحده وراها نتي وحده وراها فحال زين اثنين بواحد 300 وبيه مجال أربعة اي واثنين هم اخذت الفحل الجديد نعم وامير اي ربح منه انت من زمان تشتغل بهاي السوق أيه. وحتى تروح للشمال تروح للجنوب أيه. هواي محطات انت توصل بالضبط فقسم يقولون السوق غالي هو فعلا غالي والله هو بصوره عامه بكل العراق غالي وحتى خارج العراق يعني هو شيء غالي والجناي من يجي يشتنطي بعد يجي انت عندك اتصالات أيه. حتى خارج العراق الحمد لله كل الناس نخابرها وتخابر نعم نعم أيه. نعم السوق غالي في كل كل مكان غالي صحيح همنون أيه. ابو هاشم على راس ابو هاشم من يا مكان خرنابات 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 ليش سموها خرنابات والله ما اعرف ها والله ما اعرف شو ما تعرف والله ما اسال اهل خرنابات خير جماعه خير النبات والله ما خير النبات خير النبات نبات سلامي لاهل خرنابات الله يسلمك يستر عليك على راسي عملنا رينا يقولوا مكتب الاستاذ ها؟ يقول مارين الحريم مختفي. مختفي؟ إيه مختفي. لا. والله العظيم يا أخوان. على وفرة الحلال. والله العظيم يا أخوان ما قاعد. صحيح. والله العظيم النهار يوديني والليل يجيبني وما قاعد يعني. كل التوفيق. والله توفيق لنا ولك حبيبي ما قاعد والله وها ترى ما قاعد نشر يا مستاذ ماجي هسه حاليا أنا عندي معامل والله موفقني ورازقني حلالي نظيف. يبارك بيك. إيه وصادق يا الناس واللي صادق يا الناس عمي شارك الناس شنو في أموالها. رحمة على أمك وأبوك تحياتي لجميع أخوكم نارين الحنين وأستاذ ماجد وانتظرونا قريبا إن شاء الله حلال درجة أولى واصل. إن شاء الله. هلا. شلون الصحة يا هلا هلا بنارين. أيوة أستاذ ماجد. هلا بنارين حاميها وحرس ليها. على راس أستاذ حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم نعزي إخواننا اللي بسوق مواشي بمحافظة ديالى. أخونا وعزيز على قلبنا المرحوم. نورش لاقي ابو سجاد الذهب العميري والعمير على راس عمي نحب نقول له اخو وصديقنا ويعني من كبار سوق مواشي محافظه دياله انسان طيب وخلوق ونقول الف رحمه على روحه يرحم والديه ونحب نقول لهم يعني شيء بسيط له يا ابو سجاد الموت لا ينطيني فرصه شلت من عمري لك وانطيت حصه أرد أشوفك عطشتني ذكرياتك هسه وطيفك يمر على بادي ما نسيتك يا روحي ما نسيتك ما نسيتك يا قلبي ما نسيتك ها قوم شوف أمك يا المدلل ورحي عقب عينك وانت ما حد سمحه تدري عنك عميري واشتهر بعيك تحياتي لاخواننا الغالين الف رحمه على روحه ابو سجاد الذهب في ابو سجاد
حج نوري شلاقي من اخوهم نارين الحنين واستاذ ماجد ونعزي سوق مواشي معرض الدياره جميعا لاخواننا من كادر باب الجوبه ومن كادر البياع الشرايه ومن كادر من كل شخص يجي على محافظة دياله. تحياتي لكم اخوكم نارين الحنين ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة مالتنا واخوكم ماجد الطليحي. الله يسلمك. عين السلام عليكم. عين السلام ورحمة الله استاذ ماجد، تحية لكم ومتابعيك الكرام، الله يسلمك الله يرضى عليك. شلونك استاذ ماجد؟ الله يحفظك. قلت لي اليوم السؤال به نوع من الغرابة. اي. خلينا نشوف السؤال. من هو الملك أول ما وضع التاج على رأسه في تاريخ البشرية؟ أيوة. أول ملك وضع التاج على رأسه في تاريخ البشرية. فعلا بغرابة. منو هذا؟ الجواب ان شاء الله نتلقاه من مشاهدينا الكرام. نعم ممنون. تحياتنا لك. تحياتنا لك ولمتابعيك. الذيب شلون الذيب؟ انا اسمي ماجد. هلا بمرتضى. هلا بمرتضى العميري. ايه. عندك شيء؟ اي. يا الله سولف. والله اليوم عندنا معلومه. ايه. بالهند. ايه. اكو مره شلون قلت لكم حنطيه شلون الفراعنه؟ ايه. حنطيه كل سنه يطلعوها يعني شلون قلت لك يسوون لها احتفال. حنطيه يعني سوى احتفالات وما اعرف شنو ورقص وهاي. ايه. يعني شلون اقول لك يرقصوها وياهم حنطيه شلون فراعنه؟ باقيه نفس الشيء. باقيه نفس الشيء. ما تتغير منها من. ايه. ممنون لك. ايه اليوم سؤال اليوم. ايه استاذ ماجد. ايه. آية بالقرآن بها العدل. العدل؟ ايه. يعني الله عليكم ان شاء الله. الله سبحانه الله عز وجل جعل بها كل العدل. ان شاء الله. ايه. واكو الملائكة. السؤال الثاني يا ها ملائكة سورة ملائكة بالقرآن مذكور يا سورة معتين اها الملائكة ان شاء الله جمع من الاذاعات كلها يحفظك رب العالمين اجينا الغالي والبلاد وصلنا هنا الى نهاية المقطع اليوم طبعا الخميس 21 من شهر ايلول سبتمبر 2023 احنا الان في سوق مواشي محافظة ديالة وتحياتي لكل محافظاتنا العزيزة وكل المتابعين كل محافظات العراق يبارك فيك الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هي على هذا البلد يا رب العالمين علينا آمين آمين رب العالمين يألف بين قلوب العراقيين إن شاء الله يا رب يجمعهم على كل خير إن شاء الله يا رب العالمين الله يسلمك يبارك بهاي الدعوات يسلمك يبارك فيك أستاذ ماجد سلام لديرتك الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله يبارك الله فيك